بسم الله، نجي للنوع الثاني من أنواع الواير أنتنة اللي هو اسمه هاف ويف لينث دايبول أنتنة. طبعا الاسم أجا من طول الأنتين، يعني طول الأنتين راح يكون لامدا أوفر 2. يعني this is a practical antenna، مش زي الهيرزن دايبول اللي خلصناه اللي طوله عبارة عن دي ال. فطول الأنتين كامل هون راح يكون لامدا على 2، يقسم الجزء العلوي طوله لامدا على 4 والجزء السفلي طوله لامدا على 4 with a small gap in between. هدف السمول جاب عشان تقدر تشبك البلس تيرمينال على واحد منهم والنيجاتيف تيرمينال على الآخر. هون في عندك سورس، فبكون في عندك الكرنت بهذا الشكل. طيب هل بكون طول الأنتين لمدة على 2، قارنه مع السيجنال اللي راح تخرج من السورس. السورس راح يطلع ساينوسويدال سيجنال بحيث انه الكمبليت بيريود طولها لمدة، فعندنا هون لمدة على 2، معناته طول الأنتين كامل راح يغطي فول هاف سايكل في كل مرة، يعني يا اما بتكون البوزيتيف سايكل يا اما بتكون النيجاتيف سايكل. طيب فنيجي نشرح هذا النوع، شو راح يكون at a point P هون احداثياته R و theta و phi، شو راح تكون قيم الفيلدز عند هذيك النقطة بالفار فيلد ريجن. فبدنا نحط اول شيء الدايبول على الكارتيشن كوردينيتس، later on بدنا نختار a good assumption للكرنت. قبل ما نحط الانتين على الكارتيشن كوردينيت خلينا نحكي عن الكرنت. بالهيرزن دايبول حكينا انه الكرنت كان كونستانت قيمته اي نود، يعني الاي فيزر كان ايكوال اي نود اكسبونشال ماينس جي بيتا ار. اكسبونشال ماينس جي بيتا ار هاي فقط للراديشن تمثل الفيز، لكن كماجنتيود الكرنت كان اي نود. لما يكون الكرنت على اول انتين لاخر الانتين، احنا نتكلم على هذا الكرنت اللي راح يمر في الانتين في الهيرزن دايبول، كان على اي نقطة بالهيرزن دايبول قيمته اي نود، والسبب لانه الانتين اصلا صغير جدا، ما في مجال للكرنت انه يعمل الترنيتنج لانه طول الانتين عبارة عن دي ال. لكن هون الانتين صار له طول معتبر، بحيث انه لو تيجي تاخذ اصغر طول ممكن من الانتين، هاي القطعة اللي هون هي هيرزن دايبول، هاي لحالها هي هيرزن دايبول. فاحنا راح ناخذ قوانين الهيرزن دايبول وراح تكامل من ناقص لمدة على 4 الى لمدة على 4 عشان تقدر تحصل على الفيلدز لللمدة اوفر 2 دايبول. فهذا كمان يسمى لمدة اوفر 2 دايبول، الاسم اجى من الطول. لكن الامور مش فقط سيمبل لايك ذيس، مش فقط انك تكامل معادلات الانفينيتيزمال دايبول ناقص لمدة على 4 إلى لمدة على 4، لأنه راح نلاحظ أنه this assumption of the current it is not valid for the lambda over 2 dipole. ففعليا we need another assumption. هلا الـ exact current across the wire antenna لغاية هلا مش معروف 100%، لكن معروف الشروط، يعني في عنا boundary condition لازم نحققها، و otherwise ممكن تأخذ اي فانكشن للكرنت بحقق هاي الكونديشنز. فمثلا الكتاب عندكم راح يشرح الساينوسويدال كرنت، يعني اذا صار عندك كومبليت سايكل على الانتين، فهي عن الهاف سايكل راح تكون بهذا الشكل. شروط الانتين انه لازم الكرنت يكون زيرو ات ذا ايدجز، لانه الواير انتين اصلا بيبعث من الاطراف، بيبعث حوالي 360 درجة حوالين الأنتين، وما في radiation from the top and bottom of the wire antenna. والسبب لأنه هون راح يكون نهايته عن نقطة، ولما يكون نهايته عن نقطة ما راح يكون في عندك electric field موجود عند هاي النقطة اللي هون. فلازم يكون عندك لما تيجي تحط assumption للكرنت لازم يكون الكرنت equal zero، وهذا أجى من boundary condition إنه electric field is vanishing at the terminals عند أطراف عند اطراف اي اوبجكت الكتريك فيلد ايكوال تو زيرو. هذا الشيء سويناه في الويف جايد لما اخذنا الباوندري وطبقنا معادله انه اي زد فيزر ايكوال تو زيرو ات ذا باوندري. طيب فشو راح يكون شكل الويف فورم للكرنت اللي بيحقق لك زيرو ات ذا ايدجز في الساينوسويدال از ا جود ابروكسيميشن، وهذا الاحتمال اللي راح نمشي فيه في الدريفيشن للفيلدز في
هذا الشابتر. في عندكم مسألة في البروبلم في شابتر 13، انه شوفوا شو تأثير التريانجولر ديستريبيوشن للكرنت اكروس ذي ستيبل. يعني في الاحتمالات هون ساينوسويدال، هذا الاحتمال راح نمشي فيه، او ممكن هون يكون تريانجولر. تريانجولر ديستريبيوشن يعني اذا كان هيك الانتين شكله، فاحنا راح نفرض تقريبا انه this is the assumption of the current، ان يكون zero at the edges، يكون maximum عند السنتر. نفس الاشي هون صار عندنا هنا maximum at the center. طيب ليش maximum at the center؟ لانه الكرنت على ال upper portion والكرنت at the lower portion راح يصير في لهم هنا constructive interference at the middle، فبالتالي الكرنت راح يجمع. وهذا الاشي مش راح يظل موجود اذا طول الانتين اختلف. يعني لما يصير طول الانتين لمدة راح تلاقي صار زيرو في المنتصف وزيرو عند الاطراف. نحكي بعدين على other length of the wire antenna شو بصير بالكرنت distribution. كمان نقطة، الاشي اللي شايفه هون بالازرق او الاشي اللي شايفه هون بالاحمر، هذا فعليا بده يكون اكروس ذا واير نفسه. يعني شو قيمة الكرنت هون؟ لو فرضنا انه هون الكرنت قيمته مثلا 10، هون الكرنت قيمته 0 امبير، هون الكرنت قيمته 1 امبير، فعليا انه عند هاي النقطة اللي هون الكرنت 1 امبير، عند هاي النقطة 2 امبير، عند هاي النقطة 3 امبير، وهكذا لحتى يصل هون نقطة قيمتها 9 امبير، 10 امبير في المنتصف، بعدين يرجع 9 8 7 لحتى يرجع 0 مرة ثانية. فذيس ديستريبيوشن هو راح يكون على السلك نفسه، و this distribution of the current الموجود على السلك هو اللي راح يأثر أو هو اللي راح يشكل شكل الراديشن باترن اللي راح يطلع من الأنتين. يعني الراديشن باترن راح يكون علاقة طردية مع قيمة الكرنت الموجودة across the wire. فكتاب أنتنا ديزاين، أنتنا ثيوري ديزاين أند أناليسيز، المؤلف اسمه كونستانتين بلانس، مخصص شابتر كامل فقط للحديث عن واير أنتنا، ومقسم الواير انتنا الى عدة اقسام. الهيرز اند دايبول زي ما شفنا الكرنت عليه ماخذه كونستنت، والكرنت اللي ماخذه بشكل تريانجولر، في نوع اخر للدايبول بيجي بين الهيرزن وبين اللامدا اوفر 2 دايبول اسمه سمول دايبول او شورت دايبول. سمول دايبول او شورت دايبول بحيث انه طوله يكون اكبر من لامدا على 50، أقل من لمدة على 10. لمدة على 50 وأقل من هيك this is called Herzen dipole، بفترض عليه ال constant current distribution. من لمدة على 50 إلى لمدة على 10 ال triangular distribution لل current راح يعطي نتائج أفضل من ال sinusoidal distribution. إذا كان طول الأنتين من لمدة على 10 وأكبر من هيك راح يكون ال sinusoidal distribution هو الأفضل. فاحنا شغلنا راح يكون للمدة على 2 دايبول، او الانتين اللي بعده اللي هو لمدة على 4 دايبول، كلاهما راح ناخذ له الساينوسويدال كرنت ديستريبيوشن. طيب هاي النقطة الأولى اللي لازم نثبتها قبل ما نبلش نحط دايبول على الكارتيشن كوردينيت ونبلش نشتق بالفيلدز. فنيجي نحط له دايبول على الكارتيشن كوردينيتس، زي ما حكينا الطول كامل عبارة عن لمدة على 2 يقسم إلى لمدة على 4 للأبر بورشن ولمدة على 4 إلى اللور بورشن. طيب عندنا هون نقطة الفار فيلد بإحداثياتها R وثيتا وفاي، طبعا هي في نهاية بالفار فيلد، بس انت لما تحل الإكويشن راح يطلع معاك الجنرال سوليوشن. بعدين حكينا بنعوض فيها الفار فيلد عن طريق كانسلينج الى الحد اللي فيه ار تكعيب وار تربيع في المقام. طيب نيجي نحط هنا الكرنت، الريتاردد كرنت هلا اي لما تحوله لفيزر فورم راح يكون مش اي نود اكسبونشال ماينس جي بيتا ار، وانما راح يكون اي نود كوساين بيتا زد اكسبونشال ماينس جي بيتا ار. I node اللي هي الماجنتيود للكرنت، exponential minus j beta r يمثل radiation لأنه راح يصير in the positive r direction، cosine beta z لأنه حكينا
الكرنت اللي راح ناخده اكروس ذيس انتنا عبارة عن ساينوسويدال كرنت، والساينوسويدال كرنت لما يتغير من بداية الانتين الى نهاية الانتين راح يكون فانكشن اوف زد، لانه الدايبول ماخذينه along زد اكسس. فبناخذ هذا الكرنت ونحطه في معادلة الاي، الاي اللي هي ميو نود في اي دي ال اوفر 4 باي ار، وبرجع هلا موضوع التكامل لانه طول الانتين بطل دي ال، طول الانتين هلا صار من ناقص لمدة على 4 الى لمدة على 4. طيب فهلا لما نيجي ناخذ الاي بالفيزر فورم بدنا ناخذ قيمة الكرنت بالفيزر ونعوضه جوا الاكسبريشن اللي هون، فراح يصير عندنا اي زد فيزر اجين لانه الكرنت باتجاه الزد، فاي زد فيزر راح يكون هلا ميو نود في اي نود في كوساين بيتا زد في دي ال اللي هي دي زد في اكسبوننشال ماينس جي بيتا ار اوفر 4 باي ار انتجريشن اوفر ال. هلا شو هي الار؟ بدك تفرق هلا بين قيمتين لار، ار الموجودة جوا معادلة الفيلد بوينت اللي هي راح تكون المسافة من center of the antenna من center of the dipole antenna to the field، هاي المسافة راح تكون r، لكن طول الدايبول كله مش دي ال، طول الدايبول very big مقارنة مع الهيرزن دايبول، فمعناته انت راح تيجي تاخد مقطع معين وتشوف شو تأثير المقطع على الفار فيلد، وهذا المقطع هو اللي راح تكامله من ناقص لمدة على 4 الى لمدة على 4، فبعد هذا المقطع اللي هون ما راح يكون نفس البعد اللي هو r، فخلينا نسمي هاي المسافة اللي هي r داش. فانت فعليا انت قاعد بتدرس الكرنت اللي جوا هذا المقطع، انت بتدرس الكرنت اللي هون، هاي القطعة اللي هون هي اللي طولها دي زد انت ماخذها في الاكويشن، وهاي الدي زد هي اللي راح تكاملها، معناته الار اللي بتهمنا هون راح نحط r داش وهون r داش. هلا كيف بدنا نربط الار في الار داش؟ عشان تربط بين الار والار داش بنعمل ابروكسيميشن كالتالي، لو وجدت تعمل اسقاط عمودي من الار داش على الار، واضح من الرسمه انه ار اكبر من ار داش لما تكون ار داش على القطعه اللي فوق، وراح تكون ار داش اكبر من ار لما تكون ار داش على اي جزء على القطعه اللي من تحت. هلا مقدار النقصان في ار داش للقطعه اللي فوق هو نفس المقدار اللي راح يزيد على ار داش اذا اخذت القطعه من تحت. طيب ف ار داش راح يكون كالتالي، فاذا عملت اسقاط عمودي هون معناته المسافة من this green point للنقطة اللي هون هاي تمثل r داش، معناته هاي المسافة اللي هون تمثل انه قديش r اكبر من r داش، يعني هاي المسافة اسمها r ناقص r داش. وبالنسبة للانجل ثيتا، فالانجل ثيتا هي الانجل اللي هون، هي المسافة او هي عفوا الزاوية من الزد اكسس الى r، فهاي راح تكون المسافة ثيتا، هاي المسافة هاي عفوا راح تكون الانجل ثيتا، والمسافة من هون لهون هاي نسميها زد اللي هو راح يكون الضلع المجاور للوتر، راح يكون عفوا الوتر لهذا المثلث. طيب فلو جينا نحكي كوساين ثيتا راح يكون ار ناقص ار داش على زد، يعني حسب هاي الرسمة كوساين ثيتا راح يكون المجاور ار ناقص ار داش، صار عندك مثلث قائم الزاوية هيك شكله، هاي مثلث قائم الزاوية هون، هاي المسافة اللي تحت اللي هي r ناقص r داش، وهاي المسافة اللي هون هي زد، وهاي الانجل اللي هون هي ثيتا، ف r ناقص كوساين ثيتا r ناقص r داش تقسيم الزد، يعني r ناقص r داش equal زد كوساين ثيتا. طيب this assumption r ناقص r داش equal زد كوساين ثيتا، او لو حولته راح يصير r داش equal r ناقص z كوساين ثيتا، هاي القيمة ال r داش بدها تنحط in phase، اوكي in the phase يعني محل r داش اللي هون، لاحظ في عنا قيمتين لل r داش، في عنا r داش موجودة في البسط جوا البيتا هذا بنسميه ال phase component، وهنا r داش هاي اسمها ال amplitude لانها جاي ضمن ال amplitude، بس عشان نسمي اماكن الار داش. فلما نحكي ار داش ان ذا فيس كومبوننت المقصود فيها الموجوده جوا الاكسبوننشال ماينس جي بيتا ار داش، ولما نحكي ار داش ان ذا امبليتيد كومبوننت المقصود فيها ار داش في المقام. طيب كونه في عندنا قيمتين للار داش فمش راح نعطي الار داش
equal r ناقص زد كوساين ثيتا للقيمتين. راح نكتب انه r داش equal r ناقص زد كوساين ثيتا للr داش الموجودة جوا الفيز، بينما الr داش الموجودة جوا الامبليتيود بارت، فهاي الr داش اللي جوا الامبليتيود بدنا نعملها تقريبا equal r. والسبب لما تكون p المكان الموجود فيه النقطة بالفار فيلد ريجن، لما تكون هاي النقطة موجودة بالفار فيلد، فراح تكون تقريبا البعد عن الأنتين almost the same، فراح نعتبر r equal r dash. لكن الاختلاف بالفيز، وذكرنا ليش الاختلاف راح يكون بالفيز، لأنه قيمة الكرنت عند السنتر ما راح تكون قيمة الكرنت عند النقطة اللي أخذت لها dz dash، والسبب هون راح يكون في تأثير ثيتا ظاهر معك، لأنه أماكن ثيتا بدها تأثر على قيمة الكرنت اللي أنت ماخذه، وبالتالي هاي الأنجل ثيتا ما راح تكون مساوي لهاي الأنجل ثيتا داش الموجودة هون. يعني التغير في ثيتا لازم تأخذه بعين الاعتبار، تغير في R ممكن تفرضه ذا سيم لأنه مش راح يكون تأثيره كثير مهم على الأمبليتيود، ونسبة الخطأ ما بين في الأسامشن للأمبليتيود بنقدر نتحملها. طيب فنيجي ناخذ these two assumptions نحطهم في معادلة الـ AZ phasor نشوف شو بتصير في الـ magnetic vector potential. فهلا كل هذا الحد اللي هون ميو نود اي نود على 4 باي ار داش، لان ار في المقام انت سميتها هلا ار داش في المقام سميتها ار، هذا الحد كله بده يطلع برا التكامل يصير كونستنت. بده يظل عندك اللي بيعتمدوا على زد في الداخل، كمان اكسبوننشال ماينس جي بيتا ار، بدك تنتبه انه هاي صارت اكسبوننشال ماينس جي بيتا، بدك تفتح قوس ار ناقص زد كوساين ثيتا. هاي الاكسبوننشال بتقدر تقسمها قيمتين، اكسبوننشال ماينس جي بيتا ار واكسبوننشال موجب جي بيتا زد كوساين ثيتا. الاكسبوننشال ماينس جي بيتا ار بتقدر تطلعها برا التكامل وتخلي الفاكتور اللي بيعتمد على زد في داخل التكامل.